اهلا بحضراتكم مره تانية عمر. خلينا نتكلم شويه فنيا عن مباراه الريال مع فرانكفورت، وخلينا نبدا اكيد بالريال. انت قبل الفاصل كنت بتتكلم مفيش صفقات كتيره في الريال هذا الموسم، وانشلوتي بيراهن على الحرس القديم في الموسم القادم. فنيا شفت المباراه ازاي؟ ونتكلم كمان على كريم بنزيما، يعني فنيا شفت المباراه ازاي؟ وبعدين نتكلم على كريم، لان كريم من الواضح انه هيكسر ارقام قياسيه كبيره جدا جدا لنجوم كبار. يعني بالظبط المباراه بالنسبه للجانب الفني، فهو ريال مدريد او انشيلوتي ما غيرش اسلوبه شويه نوعا ما، بيلعب بنفس الطريقه 4-3-3 فول اتاكينج، بيلعب بكاسيميرو ميدفيلدر صريح، توني كروس ولوكا مودريتش بيبنوا الهجمه، مع ان فالفيردي بينزل بيخلق مساحه لبنزيما، وفينيسيوس بالمهاره المعتاده بتاعته على الطرف بيقدر بيكون خصم مهاري نوعا ما في الصندوق. انت بتتكلم طبعاً على كريم الاطراف بنزيما. وانا خدت على طول العرضيات بتاعه طبعا ريال مدريد، العرضيات مش كتيره، فانت شايف نفس ستايل اللعب للموسم الماضي انه بيعتمد بشكل كبير على فينيسيوس، على فالفيردي، على وجود طبعا كريم بنزيما مع تقدم مثلا مودريتش من الارقام ديت، شايف ازاي وفنيا او حللت فنيا ازاي اداء الريال؟ والله يا كابتن هو يعني زي ما حضرتك شايف نسبه الاستحواذ 58%، وده المعدل اللي دايما بيلجا له انشيلوتي، مش دايما، مش زي اسلوب تشافي ان هو عايز الكره تكون في رجل لعيبته دايما، لا هو ممكن بالظبط ممكن يلجا للدفاع في بعض الاوقات في المباراه علشان يدي فرصه للاعيبته ان هي تلتقط الانفاس، لان عنده نص الملعب عالي سنيا شويه او البدني بتاعهم مش زي زمان، سواء توني كروس او لوكا مودريتش. كمان الاهداف المتوقعه عنده 1.8، ده طبعا بسبب كريم بنزيما وفينيسيوس موجودين. كريم بنزيما يعني من كل 3 كور بيسددهم بيسجل هدفين، دي نسبه او احصائيه مش موجوده الا عند هدافين او لاعبين كبار جدا. كريم بنزيما بيكون يعني غير ان هو محطه في قلب الملعب او في الصندوق، ولكن اي كره بتوصل له في الصندوق فانت بتكون متاكد ان ده جون لريال مدريد، ودي في الحقيقه بتعمل عوامل كبيره جدا على دفاع الخصم. وزي ما شفنا فرانكفورت ضيع هجمه في اول الشوط الاولاني، وده اثر بالسلب جدا على الفريق، لان ريال مدريد فريق ما ينفعش تضيع قدامه. والحقيقه برضو اللاعب اللي مش واخد يعني اللي مش واخد حقه في ريال مدريد، او اللاعب اللي انا بشوفه بيقدم نفس مستوى بنزيما او بنفس مستوى لوكا مودريتش، هو تيبو كورتوا، لان كورتوا بيقدم اداء اكثر من رائع في حراسه المرمى بقاله سنتين، كان يعني انا في وجهه نظري بيعادل ما يقدمه بنزيما ولوكا مودريتش مع ريال مدريد في الفوز بالبطولات او حتى كمان خاصه الشامبيونز ليج اللي فات. لو بنتكلم على الاداء الهجومي هتتكلم طبعا على بنزيما، لكن كمان الناس اللي بتتابع وبتدقق كويس قوي، لولا كمان وجود كورتوا في حراسه المرمى اعتقد كان هيتغير الوضع، وممكن هيكون فرص الوصول للنهائي كانت هتبقى ضعيفه. بالظبط، كان في نتائج كتير جدا هتتغير، حتى في الدوري الاسباني كورتوا كان يعني من افضل حراس الدوري الاسباني، قدر يساعد ريال مدريد كتير جدا في ان هو يوصل او يتصدر الدوري الاسباني من فتره علشان يقدر يحسم الدوري الاسباني، ووقف في مباراه فرانكفورت. يعني احنا كنا بنقول ان احنا ممكن يعني كورتوا يتراجع نوعا ما في مستواه بعد ما يعني الكيرف يقل شويه، ولكن في مباراه فرانكفورت برده قدر يشيل كوره ما يشيلهاش، غير يعني حارس عنده مرونه عاليه جدا، حارس ذهنه حاضر بنسبه 100% في الملعب. الحقيقه الدوري الاسباني يعني عنده حراس زي مارك اندريا تيرشتيكن او اوبلاك حارس اتلتيكو مدريد او تيبو كورتوا، يعني يعتبر من افضل حراس في العالم او افضل 3 حراس في العالم. تيرشتيكن رجع لمستواه، انا بقول لك ان افضل 3 حراس في العالم بيلعبوا في الدوري الاسباني. طيب على مستوى التهديف، كريم بنزيما بيحقق الرقم 324 هدف، وده كسر طبعا ارقام قياسيه طبعا لراؤول جونزاليس، وقريب جدا من مش قريب جدا لكن في فرق حوالي 25 هدف عن الهداف التاريخي للريال كريستيانو رونالدو. شايف الرقم ازاي ده لبنزيما 324 هدف؟ يعني 25 هدف لكريم بنزيما فرق عن كريستيانو رونالدو، اعتقد الفرق مش كبير خالص، ممكن يقدر يسجلهم في موسم.
او في موسم وبعض من المباريات بعد الموسم، لان بنزيما بيسجل ما يقلش عن 20 هدف في مختلف البطولات في موسم واحد لريال مدريد. و 345 يعني الارقام بتنصف بنزيما اللي عدى عليه راؤول وعدى عليه هيجوايين وعدى عليه رونالدو وعدى عليه كاكا وعدى عليه اساطير كتير جدا 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 في ريال مدريد، وهو فضل موجود في ريال مدريد وكان في الاول بيقعد على الدكه وما بيشاركش خالص، وبعد كده ابتدى يشارك بس كانت كل الناس بتنتقده لان هو كان بيأسست لرونالدو بس، بيأسست الهجمه لرونالدو، فكان دوره مش واضح قوي في وسط هجوم ريال مدريد. بعد ما رونالدو مشي بدأ يبزغ اسم كريم بنزيما وبدأ يبزغ دور كريم بنزيما في هجوم ريال مدريد، وبدأ ان هو فعلا بيشيل الفريق على عاتقه او هو فعلا اصبح نجم الفريق. بعد رحيل كريستيانو رونالدو كريم بنزيما اصبح ان هو الهداف الاوحد لريال مدريد، يعني معاه فينيسيوس ولكن فينيسيوس بيطبع عليه الطبع المهاري اكتر منه هو الطبع الهداف.